بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن نكرر وقفتنا من أمام السفارة الكورية للمرة الثانية على التوالي، تضامنا مع الشعب البحريني المرابط في الساحات والميادين الذي يتعرض يوميا للقمع والانتهاكات من قبل النظام الخليفي. طبعا النظام الخليفي يقوم بعديد من الصفقات مع عديد من الدول ومنها الدولة الكورية، الذي قام مؤخرا بصفقة كبيرة لإجلاب الغازات المسيلة للدموع، الغازات السامة، الذي يقوم بالقمع الممنهج على القرى والمناطق في البحرين، والذي رحل الجميع من الضحايا جراء هذا القمع المفرط من الغازات المسيلة للدموع. لذلك نحن نكرر وقفتنا ونتضامن مع الشعب البحريني ونؤكد أننا رافضون لهذه الشحنة، ونطالب بوقف هذه الشحنة بالقريب العاجل لكي لا يتم قمع الشعب في البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.